الآن كيف ممكن أنا أسحب صورة، يعني أخذت صورة خلفية مثلاً فضاء أو سماء معينة، الصورة اللي بدي أحط داخل الصورة الثانية صورة ثانية مثلاً مكونات معينة مثلاً نباتات أشجار، بدي أحط صورة فوق صورة، بفتح الصورتين زي هيك، باجي عند الصورة الأولانية طبعاً بفك القفل، ما تنساش تفك القفل، وبمسك الصورة بالموف تول زي هيك بقدر أحركها صح؟ باجي بسحب 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 بروح على اللاير الثانية، أوكي؟ ما فلتش يا شباب ما فلتش، انزل لتحت لاحظ عندي صار في عندي حدود سوداء، صارت عندي حدود سوداء صح؟ حدود السوداء هذه معناتها انه ممكن افلت الصورة، بعدين ايش بفلت الصورة، الان افلتت الماوس، نعيدها ثاني، باجي هنا على الصورة الاولانية بمسك الصورة بضلني ماسك بفلتش الا بعد ظهور الحدود السوداء، باجي على الصورة الثانية بتظهر لي بنزل لتحت عند الصورة بعدين بفلت الصورة بتظهر عندي الصورة الثانية. هذه بتساعدني في ايش يا شباب؟ انه اقدر اركب صور فوق بعض بحيث تكون سريعة افضل من لو بدي اخذ كل الصورة، تلزمني كل الصورة مش جزء، مش جزء من الصورة. تمام يا شباب؟ طيب الان بدي اقتطع جزء من الصوره، الحين هذه صوره كامله صح؟ في عندي ايضا امر الاقتطاع، شايفين امر الاقتطاع؟ بفرق عن امر القص والنسخ واللصق او امر الاختيار، هذا التحديد بنسميه احنا التحديد سيلكشن، اداه السيلكشن، انه بيقتطع الجزء اللي بدك اياه. يعني بمثال يعني لو اجيت هنا حددت المنطقه اللي انا بدي اقتطعها، بيجي بقول لي بقدر انا احدد، ببدا هيك احدد الزوايا المناطق اللي انا بدي احافظ عليها، لاحظ انا بدي احدد المناطق اللي بدي احافظ عليها وليس المنطقه البيضاء، هنا هي المنطقه التي سوف تبقى، المنطقه السوداء المظللة في الخلفيه هنا هي المناطق اللي ايش حتختفي من الصوره، وقلت له اوكي نعم احافظ لي احفظ لي الصوره فقط جزء المقتطع. طيب ناخذ كمان امر اللي هو امر اخر سريع من امر الاقتطاع، امر الاقتطاع الموجود عندي هنا، امر الاقتطاع باجي بختاره بحدد المنطقه اللي انا بدي اياها اقتطعها، وبالتالي بحذف الحواف الثانيه، بحدد المناطق اللي بدي اياها زي هيك وبحذف الحواف الاضافيه، هاي حدد المنطقه اللي زي هيك بقول له ايش احذف لي المناطق، بالتالي يقتص الصوره اللي انا اخترتها والباقي الحواف بيحذف عكس الاختيار وعكس اللي هو التحديد. طبعا بعد ما اخلص من المشروع يا شباب ايش بعمل؟ بحفظ المشروع، بحفظه بصيغتين يا شباب، بصيغتين، بصيغه بي دي اف بي اس دي سوري، بصيغه جي بي جي، بروفايل سيف از، اول خيار حيعطيك اللي هو صيغه الفوتوشوب اللي هو بي اس دي امتداد بي اس دي، اذا البي اس دي امتداد ليش يا شباب؟ امتداد للفوتوشوب، وبالتالي بحفظ. ايش يعني امتداد الفوتوشوب؟ يعني لما اجي افتح الصوره، هاي الصوره اللي انشاتها بفتحها فقط برنامج الفوتوشوب، يعني دبل كليك بفتح لي اياها بصيغه او برنامج الفوتوشوب. في صيغه ثانيه بقول له فايل سيف از او كنترول اس مش مشكله، بقول له ايش سيف اس جي بي جي، اوكي جي بي جي او جي بي اي او جي بي جي الى اخره. هذه الامتدادات الصور، طبعا ممكن استخدم جي بي جي، في عندك بي ان جي الصور المتعارف عليها، الامتدادات المتعارف عليها يا شباب الجي بي جي والبي ان جي والجيف، الدي اي اف جيف هي، والبي ام بي، بي ام بي هذا، والبي اس دي هذه امتداد الصور، هذه تمثل صور ثابته. افضل انواع الصور عندي اللي هي الجي بي جي، بختارها وبقول له ايش سيف احفظ لي اياها، سوري لازم اغير الاسم اضيف اي شيء رقم او حاجه، بقول لك انا جوده الصوره قديش الكواليتي، فاما يا بختار الماكسيمم واخليها لارج. طبعا ايش اللي بحكمني هنا؟ لاحظ المساحه، لو صغرتها ايش بيعطيني هنا المساحه بالكيلو، لو كبرتها بزيدها هي 200 كيلو 143 كيلو 400 كيلو للاخر بيعطيني 1.2 ميجا، انتوا عارفين الكيلو ميجا،
عندي لما اقول فايل سيف از جي بي جي اوكي تظهر لك الشاشه هذه، اقول له فايل سيف از كنترول شيفت جي بي جي خليك معي، فايل سيف از جي بي جي بختار الامتداد خليك معي فايل سيف از جي بي جي بقول له سيف بقول له ماشي. ايش يعطيني؟ بيعطيني الاوبشن الخاص باللي هو الصوره، بيهمني انا من الموضوع كله الكواليتي، قديش بدك الكواليتي تكون ميديوم لو هاي او برقم معين. لاحظ انا عندي اللي هو الحجم قديش، كل ما زاد الكواليتي كل ما زاد حجم الصوره. بقول له اوكي احفظ لي اياها بصيغه دي بي جي، انا احفظ لي اياها بصيغه دي بي جي، طيب صيغه بي اس دي.